مجددا يعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن خفض قوات بلاده الموجوده في العراق الى الفي جندي خلال فتره زمنيه وصفها بالقصيره جدا اعلان ترامب هذا ذهب ابعد خلال اقل من ساعات مما اعلنه قائد القياده المركزيه الامريكيه الجنرال كينيث ماكنزي بان العدد سينخفض من خمسه الاف الى ثلاثه الاف كذلك مما أعلنه الجيش الأمريكي الشهر الماضي عندما أكد أن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها إلى نحو ثلاثة آلاف جندي خلال فترة تمتد بين شهرين وثلاثة الحديث عن انسحاب أمريكي من العراق دون تحديد الرقم الحقيقي لتلك القوات الموجودة في قواعد ثابتة والذي تؤكد الكثير من الوقائع والتصريحات ان الحكومه في بغداد تجهله حتى اليوم. راى ناشطون انه لا قيمه له نظرا لعدم مصداقيته. فالولايات المتحده مرارا وعلى مدى الاشهر الماضيه والسنوات اعلنت عن تخفيض عدد قواتها لكنها لم تنفذ عمليا ما ادعته مرارا. وقامت بدل ذلك باعاده تمركز ونشر قواتها على الاراضي العراقيه اخرون وصفوا الاعلان الامريكي بالكذبه الجديده لافتين الى انه ما جرى الحديث عنه خلال زياره رئيس الحكومه في بغداد مصطفى الكاظمي للولايات المتحده هو بقاء القوات الامريكيه في العراق لثلاث سنوات من دون ان يجري اي حديث عن تخفيض لعدد القوات هذا الموقف الجديد للاداره الامريكيه اعتبره محللون مجرد عرض اعلاني دعائي من اجل الاستهلاك في الداخل الامريكي يهدف لخدمه ترامب في حملته الانتخابيه التي يزداد سعيرها يوما بعد اخر قبل وقت قصير من بدء الانتخابات الرئاسيه الامريكيه مطلع تشرين الثاني المقبل ولا علاقه له بتنفيذ مطالب عراقيه حكوميه او شعبيه، اخرون راوا ان العراق بات ساحه حرب بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، وخروج القوات الامريكيه من العراق ان تم فعلا هذه المره لن يكون لصالح العراقيين، في ظل نفوذ ايراني يتزايد في جميع قطاعات الحياه في العراق. واجنده ايرانيه توسعيه تتوغل في البلاد وسائر انحاء الشرق الاوسط